والمحاور بتاعة الحوار يعني أعلنت بوضوح إن هي لا هترتبط بكافة شواغل المواطن المصري، اجتماعية، اقتصادية، سياسية. طبعا أعلن إن المحور الاقتصادي أو البعد الاقتصادي هيكون ليه الأولوية الأكبر، لأن نتيجة للتحديات اللي بتمر بيها الدولة بيمر بيها العالم دلوقتي على المستوى الاقتصادي. لكن وضع المحور الاجتماعي بتنويعاته، قضايا السكان، القضايا الخاصة بيه اللي بتمس المواطن بشكل مباشر، القضايا الاجتماعية اللي بتمس المواطن بشكل مباشر، وضعها على الأجندة وإفراد المساحة دي ليها شيء عظيم جدا جدا، ويبشر إن إحنا أمام حالة مش مؤقتة. يعني إحنا مش الحوار الوطني أعتقد إنه مش هيكون مجرد لحظة زخم كده بنعيش فيها حالة من الحوار، قد ما إن هو بينبئ بمزيد من الاستمرارية، إن هو يكون حالة من الحوار الدائم. أتمنى إن هي يعني تفضي إلى لجنة معنية بدوام وجود الحوار ده على مدار مش أيام أو شهور، لا بل على مدار السنوات